وتفتكري هتفرق ايه معاكي يا نبيله انك تفضلي على ذمته ما دام هو مسافر؟ لا يا امي، هتفرق كتير قوي. انتي نفسك قلتي لي يا ترى حماتك هتعمل معاكي ايه بعد رياض ما مات، وبعدها حكمت عليا اتجوز حسام بالغصب. حسام دلوقتي لو سابني هعمل ايه؟ ما هي ممكن تدبر لي في حاجه تانية وتطفشني عشان تستفرد بالولاد، ساعتها هعمل ايه؟ انا مش فارقه معايا بقى على عزيمه حسام ولا لا، لاني عمري ما هفكر اتجوز بعد رياض. وتفتكري لو اخوك عرف هيوافق على كده؟ احمد مش هيعرف ان حسام مسافر الا علشان يدرسه بس، لكن حكايه جوازه من سلوى دي مش هيعرفها، لانه لو عرف هياخد الحكايه لانها مساله كرامه، وانا بقى لو بصيت لكرامتي يا امي هضيع عيالي. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي ويعوضك خير في ولادك بحق جاه النبي واهل بيته. يعني خلاص كلها اسبوعين ويسافر، وطبعا هنكتب الكتاب قبل ما يمشي. طبعا، امال يعني هتحصليه ازاي من غير ما تكوني مراته؟ هو قال لي انه هيبدا في تجهيز اوراقي اول لما نكتب الكتاب. تمام كده. طيب ما نلحق اطلع الباسبور واجهز اوراقي وشهاداتي. على هو مش الباسبور ده لازم يكتب فيه زوجة فلان عشان تقدري تسافري له؟ اه صحيح، ما كنتش واخده بالي من الحكايه دي خالص. طيب اكسب وقت بقى واحول من انتظام لانتساب. ده ممكن قوي. يا نهار ابيض، يعني خلاص كلها يومين ونكتب الكتاب؟ انا مش مصدق. هو كل اللي ناقصنا دلوقتي ان ماما تتكرم وتتعطف وتحدد ميعاد كتب الكتاب. يعني خلاص حكمي على بنتي بقى تحصيل حاصل، مجرد ضيفة شرف بتحدد مواعيد؟ انا جري يا مكتب، هو ايه اللي حصل؟ بصراحة أنا مش قادرة أهضم أبدا فكرة إن بنتي تتجوز واحد متجوز واحدة تانية ومن ورا أمه. ناقصها إيه عشان تتجوز بالطريقة دي؟ سكيتي لحسن أم العريس تعرف، ما يتعملهاش فرح ليه زي بقية البنات تسافر وراه كده في السر كأنها عاملة عاملة. أنا نعيده تاني يا ماجدة، أنت مش وافقتي وخلاص؟ وافقت أه، بس اقتنعت لأ. خلاص ولا تزعلي نفسك، بلاش من الموضوع ده خالص. يعني ايه يا بابا بلاش من الموضوع ده خالص؟ هو انا ايه، لعبه؟ ده مستقبلي يا ماما، وانا خلاص اخترته، ولو ما اتجوزتش حسام مش هتجوز حد غيره، وانا عقلي كفايه اني اخد قراراتي. يا ماما انا وحسام بنحب بعض بجد، وانا مش هضحي بالحب ده مهما كانت الظروف، خاصه بقى لو كانت الظروف دي خارجه عن ارادته مش باختياره. ايه رايك؟ وكان ايه رد فعلها؟ سكتت وانسحبت من اللحظة الأولى. أنا عمري ما وقفت قدام ماما ولا كان قصدي أحرجها أو أتحداها، لكن أنا عارفة ماما بتفكر إزاي. ماما بتبص للموضوع بطريقة شكلية، بنتي وإزاي تتجوز بالطريقة دي، وطبعا ده حقها وأنا ما أقدرش ألومها عليه، بس أنا كمان ما أقدرش أضحي بمشاعري وبحبي عشان التقييم الظاهري ده. عشان كده اضطريت أقف قدامها وأحط النقط فوق الحروف. عندك حق، أنا كمان في نفس الموقف ده، بس الفرق بقى إن أنا لو واجهت ماما عمري ما هقدر أقنعها، لأن ماما عمرها ما هترضخ لرغبتي زي ما طنط ماجدة عملت معاكي. بالعكس، المواجهة مع ماما معناها إن أنا أخسرها وأخسرك وأدمر نبيلة وأولادها وأخسر مستقبلي وتكملة دراستي بره. عشان كده أنا مضطر آخد خطوة جوازنا دي في الكتمان منعا لكل المصايب دي، ويكفيني قدام ربنا وقدام الناس إن أنتي وبابا معايا. وانا مقدره موقفك ومش بلومك وعمري ما حلومك في يوم من الايام، عايزاك تبقى متاكد من كده. وانا بحبك قوي. كلم ماما يا بس، قولي لها شويه كده وهدخل لها. والنبي يا باسم بلاش تضايق روحك. مش متضايق يا ستي، مش متضايق. ازاي بقى؟ ما انت متضايق اهو. اوه خلاص هدخل لها خلاص. خير يا ماما؟ اقعد يا ابني جنبي. مالك يا ابني؟ عامل في نفسك كده ليه؟ يعني نقول للعرسان بلاش تجوا لبنتنا؟ لا يا ماما، ربنا يرزقها بابن الحلال طبعا، ما قلتش حاجة. بس انا بفكر هتصرف ازاي وهجيب فلوس منين عشان اجهزها. يا ابني
العبد في التفكير والرب في التدبير. ياما انا خلاص ما اقدرش ادي اكتر من كده، دي امكانياتي اللي داخل يا دوبك بيكفينا اكل وشرب وعلاج ليك. يا ابني يا نار ناشف، قلت لكم بلاش العلاج ده، لا بيقدم ولا بيأخر، وفلوس ضايعه وخلاص. انا مش عارف ليه حظ كده، ليه ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ استغفر الله العظيم يا ابني، حرام عليك. حرام عليا؟ واللي بيحصل فيها ده مش حرام؟ ما هو موقف عادي جدا بيحصل في اي بيت، واحد جاي يتقدم لواحده عشان يخطبها مفيش اي مشكله، لكن في بيتنا هنا بقى مشكله، ومشكله كبيره كمان، لاننا مش عارفين هنتصرف ازاي وهنجيب فلوس منين. انا مش عايزه اتجوز خلاص يا باسم، ما تحملش روحك فوق طاقتك وبلاش تزعل نفسك، انت لسه راجع من السفر. انا خارج. رايح فين يا باسم؟ رايح في اي حته يما، ان شاء الله روح في داهيه حتى. باسم خلاص بقى يا ماما، انت مش ناقصه.